قلتي ايه للبنت مفيده يا سينا؟ ما قلتلهاش حاجه. هتقولي قلتي ايه بالحرف ولا تفينك مطرح ما انتي واقفه؟ قلت لها على كل حاجه. كل حاجه كل حاجه. يا ندله يا قليله الاصل، بقى بعد يا بنت ما لمك من الشارع وقعدك في بيت واسترك واستر عرضك تعدي الايد اللي اتمدت لك. لمتيني من الشارع ولا كنت عايزه تموتيني؟ اسمعي يا كريم، انا عارفه انك انت كل خطوه بتعمليها، حتى اللقمه اللي كنت مطفعيها لي والفلوس اللي اديتها لي كلها مش لله، عشان حاجه انت عايزاها في دماغك. انت فاكره البنت دي هتنفعك؟ اتلم المتعوس على خيب الرجا، كانت نفعت روحها يروح امك. على الاقل مش هلاقي نفسي في حبل المشنقه لوحدي، هتبقي حدايا يا ست ستات. طب اسمعي بقى اللي هقوله لك كويس قوي. انما بقى عصام ده اخره ايه؟ وانا ايش عرفت؟ هو انا يعني دخلت دماغه عشان اعرف اولها من اخرها ايه؟ امال مين اللي يعرف؟ ده انتوا حتى بتغمسوا في طبق واحد. بلدي قوي. ايه بنغمس دي؟ معلش انا كده ست بلدي، استحمليني بقى على قد علامي. وبقول لك ايه، من غير همز ولمز يعني، قولي لي كده رايك ايه في الحكايه دي؟ بجد مش عارفه، انا مش فايقه خالص، بفكر في عادل، مش عارفه ليه ما كلمنيش لحد دلوقتي. معلش، ما هو برضو اكيد مقدر النصيبه اللي انت فيها. انا لو منه اقول ابعد عنها خالص لغايه اما الوقعه دي تهدى. ممكن برضو، بس بقول لك ايه، عادل ده عسل، خدي بالك منه، حطيه في عينيكي الاثنين. اوكي، لازم تروحي تقابلي عصام. ما اقدرش يا اختي اعمل كده، بدري لو عرف هيقطم رقبتي. قولي له ان انت نزلتي معايا، وانا فعلا هاخدك وانزلك وارجع بيكي. اه، على الاقل برضو الواحده تعمل حسابها كده وهي رايحه. عرفت اللي حصل ولا عامل نفسك مش واخد بالك؟ ما ترد عليا. في ايه يا لبنى؟ بنت عمك شهد هانم بتقول ان بابا اتجوزها، وواضح كده ان اي حاجه ليها علاقه بيا وبالبيت ده ملهاش اي اعتبار عندك. انا حاسه اني لوحدي، مش حاسه اني متجوزه اصلا. ابويا اتقتل ووسط كل ده انا بدور عليك مش لاقياك. انا مش فاهمه ايه اللي المفروض يحصل تاني في حياتي علشان الاقيك جنبي. عندك حق، انا قصرت معاكي وكان المفروض ابقى جنبك وما اسيبكيش لحظه، بس اللي حصل لي برضه مش سهل يا لبنى، اعذريني. حسنا، انا مش هقدر استحمل ان البت دي تفضل هنا. كفاية ريتال اللي انت جايبها ومقعدها قدامي، انا بجد مش طايقاها. انا مش ساكت عشان راضي او موافق، انا ساكت عشان مش وقته. في حاجات برتب لها ومخي مشغول بيها، وانا مش هشغل بالي بشغل الحريم ده واسيب الدنيا تفلت مني. كل حاجة هتبقى كويسة واللي انت عايزاه هيحصل، بس واحدة واحدة. اهم حاجة دلوك اعرف مين اللي عمل كده في ابوك، واخد حق من اللي قتلت ولدي. انت فين يا حسن؟ انت فين يا ولد الكبير؟ انت فين يا ولد البيت الكبير؟ ايه ده؟ مين اللي جاب البنت دي هنا؟ انا هشرب من دمك، هاكلك بسناني يا بنت كريمه. في ايه يا مجنونه انت؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ طلعوا البنت دي بره. ترمي مين بره يا حسن؟ مش تعرف الاول انا جاي ابلغك ايه؟ ولدك عبد الحكيم يا حسن. ماله عبد الحكيم؟ عرفت مين اللي خطفه؟ مين؟ انطقي.